عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثة ثنائية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث استعرضت الجلسة الثانية أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية، حيث أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها العدوان على قطاع غزة ومخاطر التصعيد في لبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.